السلام عليكم سيدي، انا سيده عائشه مسيره تجاريه في فندق نزهه في الاطلس. مسيره تجاريه يعني مسؤوله على الحجوزات في الفندق. نهار الجمعه سيدي الماضي درنا واحد الوقفه احتجاجيه حيت ما كنتخرجوش سيدي من شهر واحد وجوج وثلاثه كما قلت في التصريح اللي داز، ما كنتخلصوش يا سيدي. البارح جا السيد المسير ديال الفندق اللي هو المعلم ديالنا دابا حاليا مسير الفندق التازي عبد العالي، عيط لي للمكتب ديالو، طلعت يا سيدي بحضور السيده الكونطابل ديالنا وبحضور ربيبو. ربيبو يعني ولد مرتو. جلس سيدي، المهم بدا بتخسر الهضره تما في المكتب. خرجت انا من المكتب حيت هو هبط عاوتاني لتحت الهول ديال لا ريسبسيون، هبط شد في لا غوفيرنونت ديالنا السيده المسؤوله على الغرف، بقى كيعايرها وداك الشيء وكيقول لها سيري خرجي داك الشيء القبيح. ما نقدرش انا نقولوا قبلت الصحافه. خرجت انا هبطت انا، اذا به كنتفاجئ به تيقول لي انت غادي تخرجي علينا من هذا الفندق، ندير لك ونفعل لك، تخرجي بداك الكلمه الخايبه تخرجي علينا. قلت له انا ما نخرجش حتى يقولها لي السيد الباترون ديالنا اللي هو العبد العالي التازي، تيقولها لي هو. قال لي غتخرجي ندير لك ونفعل لك وكل شيء سيدي، موثق بالفيديوهات. حتى ما تفاجئت براسي سيدي اغميه علي، طحت داوني سيدي الغساني، فقت وانا في مستشفى الغساني بالاكسجين بكل شيء، فقت في الغساني. قالوا لهم غادي تمشي للطبيب ديالها الخاص، نوغولوك ديالها سيدي اللي كنتبع عنده، عطاني شهاده طبيه وكل شيء موثقه سيدي. المهم انا فاش اغمي علي بالكلمات الساقطه والنابيه اللي كان كيقول لي هذاك السيد، هذاك السيد اللي ربيبو تا علاقه ما عنده معنا في الخدمه. ايه مديكلاري بيه في لاسينيسيس معنا، مدخلو معنا ايه، ولكن حتى شي صفه قانونيه ما عنده معنا. وهذا الشيء يا سيدي راجع هاد الضغط اللي داروا لي البارح، وهذا الشيء اللي داروا لي البارح اللي بقاو باركين عليا حتى سخفت، هي حيت درت تصريح نهار الجمعه. وداك التصريح يا سيدي كان حقيقي، هذاك الشيء كنعيشوه من شهر واحد وجوج وثلاثة ما تخلصناش، وكيقولنا اللي بغيتو ديروه ديروه. هذا السيد المسؤول علينا الحاج التازي المسير ديال الفندق هو اللي قال لنا سيروا اللي بغيتوها ديروها، ما غنخلصكمش. وصاحب الفندق الحاج شاهد تا هو ما مخلصش من 2019 في الكراء ديالو تا هو سيدي. ومنين طالبنا بالخلاص ديالنا صيفطنا داك البلطاجي ديال ولدها كيعايرنا بالكلمات الساقطه، وكل شيء موثق عندنا كل شيء، والبيرسونيل كله يعني الاصدقاء ديالي العمال ديالنا كلهم شاهدين معايا بسمياتهم بالواحد، بسمياتهم بكنياتهم بالارقام البطاقات الوطنيه، ومستعدين يمشيو معايا لفين ما مشيت انا، مستعدين هاد العمال اللي معايا مستعدين يشهدوا معايا. حيت داكشي اللي وصلنا ليه سيدي البارح راه صافي، وصلنا كما قال هذاك الاخر محطه. عيينا سيدي عيينا عيينا عيينا. وقبل ما ننسى سيدي في شهر 12 جات عندي الزوجه ديال الحاج التازي صباح نشيط، جات عندها سيدي وقالت لي غتخدمي من السبعه للفوق د الليل. انا مسيره تجاريه ومره مره كنت كنعاونهم في لا ريسبسيون بالنهار حد الربعه د العشيه، قالت لي لا غتخدمي من السبعه للفوق. انا سيدي ما كنتش ما نقدرش نخدم في شهر 12 تما، حيت الحاله د الفندق اللي كانت فيها في شهر 12 قبل ما تدخل لا دي اس تي كانت دعاره، كانت دعاره سيدي. انا ما نخدمش مرا بولادي، عندي جوج وليدات، ما نخدمش بوليداتي في الليل في الدعاره فوت لوطيل من 8 د الليل الفوق كيولي ان بوغديل، وسمحوا لي على هذه الكلمه، كيولي ان بوغديل. انا مرا بولادي ما نخدمش تما. هذاك الشيء هو اللي زاد شجعهم باش يصيفطوا لي السيد البارح يتكرفس عليا، حيت ما بغيتش نخدم معاهم من السبعه د الليل الفوق. انا والحمد لله الحمد لله سيدي، راه منين سمعت بان لا دي اس تي دخلات مور 8 د الليل الليله ديال راس السنه ديال 31/12/2020، الحمد لله والحمد لله كنحمد الله ونشكره اللي ما خدمتش هذاك النهار. كنت داوني سيدي تا انا كنت خرجت على وليداتي وكنطلقت وكنتشردت. انا ما نقدرش سيدي اكثر من هذا الشيء، راه ما بقاش اكثر من هذا الشيء، الله ياخذ الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم، اسمي ياسر بورقي، مستخدم في فندق النزهه. حاليا تنجو على مشكل ديال الاخت عائشه
لاننا درنا واحد الوقفه احتجاجيه على حسب الامور ديال الخلاص ديالنا اللي ما مخلصين في مده ديال 3 شهور، فحاولنا نديروا وقفه سلميه باش نددوا على المشغل ديالنا باش انه يخلصنا. موراها مباشره تتجي الاخت عائشه كتعرض لواحد الضغوطات من طرف الباترون ديالنا وميم طو بعض الاشخاص اللي هما لا علاقه لهم بالمؤسسه، فكيتمثل في الابن ديالها ولا واحد الصيفه اللي هي المهم بلا ما نقولها انا. ما كاينش شي استجابه كاع من الاداره، والمشكل لانه اللي خلاه هو بعض التصريحات اننا حنا قلنا بان هذا السيد هذا ما كيخلصناش وما عطيناش الحقوق ديالنا، فاوتوماتيكمون هذا كيأثر عليه وكيخلي انه يبغي يمارس علينا الضغوطات باش اننا نردخوا المطالب ديالو. فهو حنا كناخذوا غير الحق ديالنا، ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي اكثر من الحق ديالنا. المشكل ديال اخت عائشه حنا كنساندوه انه بقى يسبها بسب بشي شتائم اللي هي ما كنقدوش اننا كاع حنا نوصلوها ولا نوصفوها كاع بها، لانها شريفه وكتمثلنا كهي مراه عفيفه عندنا في ليطابليسمون، فما كنقدوش اننا نوصلوا معها لذاك المستوى. فهو جاء بواحد الشكل اللي هو لا اخلاقي، طيح من الكرامه ديالها في السب والشتم وكذا، وبغينا ان السلطات تاخذ المجرى ديالها وتاخذ الحق ديالنا وتنظر لهذا الملف هذا، لانه كيمسنا وكيمس من الكرامه ديالنا. ونتمنوا على الله ان الظروف تحسن فما احسن، ونتمنوا على الله الخير. شكرا. السلام عليكم، معكم محمد النجاح، اطار مستخدم بفندق النزهه. حنا سيدي كندو كنشجبوا كاع هاد الاعمال اللي قام بها السيد هذا في اطار النزهه، في شخص السيده عائشه نائبه الكاتب الاقليمي لنقابه الاتحاد العام للشغالين بمدينه فاس. هاد السيد هذا تعدى عليه لفظيا وتجسديا بوابل من السب والشتم، مفضيا الى الحاله النفسانيه اللي كتعيشها السيده واللي كتداوى عن الطبيب النفساني. هاد السيده هذا ما خلالهاش بسبان بانها هي بحكم انها دارت واحد وقفه احتجاجيه على المشغل باننا ما توصلناش بشهر واحد وجوج وثلاثه، والنتيجه كانت بان هاد السيد هذا بدا تيستفزها هي ومجموعه من العمال بالطرد المباشر. كيقول لها بهاد العباره هذه بان انتينا غنبيع براطم وغنعطيك وتمشي بحالك. وحنا سيدي كنطلبوا جلاله الملك محمد السادس بالتدخل الفوري، لان هاد الوضعيه اللي كنعيشوها مع الوباء وهذا حتى الحكومه ما كتبغيش نسبه البطالات ترتفع. الناس هادو باغيين يشردوا بزاف من العائلات، الحكومه كتقلب باش تخفض نسبه البطاله، وهاد الناس هادو كيقربوا باش يرفعوا البطاله. ما فهمتش انا هاد الناس هادو فين باغيين يوصلوا. حنا ما طالبناهمش بشي حاجه، حنا كنطالبوهم غير بالشهريه ديال واحد وجوج وثلاثه. والعام وسيدي بغيتي نقول لكم بان احطكم اعلام بان العمل النقابي حق مشروع، حق دستوري مشروع. هاد الناس ما بغاوش يتقبلوا بان سميتو العمل النقابي حق مشروع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.